بناء على توجيهات الإدارة العليا في مركز أبو ظبي للصحة العامة وبالتنسيق مع بلدية مدينة أبو ظبي، تم شن حملة تفتيشية توعوية وإجراء فحوصات البي سي آر للموظفين والسكان القاطنين في المباني التجارية السكنية. تهدف الحملة إلى نشر الوعي والتأكد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في هذه المباني السكنية عن طريق وضع الملصقات واتباع الإجراءات الاحترازية.